البقاء لله، وفاة فنانة كبيرة، ننشر تفاصيل عن الراحلة، وبيان عاجل من الداخلية حول حقيقة اختفاء المواطن أيمن قسريا، وفي مفاجأة كبرى كشف عن علاقة البرادعي بجماعة الإخوان، وقرار رئاسي ومعلومات تكشف عن تفاصيل محاولة التعامل في مدن القناة في مصر، وأهم منذ قليل حقيقة تولي حسن شحاتة تدريب منتخب مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل ل2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وبتعملوها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وبيان عاجل من الداخلية حول حقيقة اختفاء المواطن أيمن قسريا، ونفى مصدر أمني صحة ما تم نشره على الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم باختفاء المواطن أيمن قسريا. أكد المصدر أنه بتاريخ 6 فبراير 2022 تبلغ من حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بالقاهرة بتواجد المذكور داخل العقار ومحاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وإيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لا صحة لاختفاء المواطن أيمن قسريا. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والبقاء لله، وفاة فنانة كبيرة، وننشر معلومات عنها بالتفاصيل. رحلت عن عالمنا الفنانة ليلى نصر عن عمر 84 سنة بعد صراع مع المرض، ولا توجد معلومات عن موعد تشييع الجثمان أو تلقي العزاء. وكان آخر ظهور للفنانة ليلى نصر بعد فترة طويلة من الغياب في جنازة صديقتها الفنانة الراحلة سهير البابلي، وظهرت وهي تتكئ على العكاز أثناء حضورها للجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. الفنانة ليلى نصر ممثلة مصرية، ولدت عام 38، وكان أول أعمالها فيلم قلب في الظلام عام 60، وتوالت أعمالها بعد ذلك في السينما والتلفزيون، ومن أشهرها ذئاب الجبل والتوأم وحديث الصباح والمساء وعصافير النيل. ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى الكشف عن علاقة البرادعي بجماعة الإخوان. وكشفت الحلقة 9 من المسلسل المصري الاختيار 3 العلاقة الوطيدة بين محمد البرادعي وجماعة الإخوان. وأظهر التسريب الذي نشره موقع بوابة الأهرام محمد مرسي وخيرت الشاطر مع بعض الشخصيات وهم يتحدثون جميعا عن مسألة تولي محمد البرادعي رئاسة الوزراء. وبدأ مرسي الحديث وقال: البرادعي زعلان، كان عاوز رئاسة الوزراء. حضرتك فاكر اتصل بينا مرتين في نفس اليوم، قال إذا مش موافقين قالوا لي ليس لدينا مانع. هي رئاسة الوزراء مهمة للدرجة دي حاجة غريبة جدا. ورد الشاطر: اه، وديت له رسالة ان الاخوان مش هيدوا له في انتخابات الرئاسة وهو بيراهن على غير كده، فيبقى اذا كان التصويت كتلته 60 و70% ماشية في اتجاه الاسلاميين يبقى فرص نجاحه ضعيفة او مش موجودة. وقال قرر الانسحاب بشرط ونوع من الضغط، بقى يعني جايز الناس بتحب الضحية، جايز اي حد يتعاطف معاه. المصدر معانا كان من بوابة الأهرام المصرية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هذا كان كلام الإخوان في التسريب عن محمد البرادعي والحاجة عنده للوصول إلى يعني كرسي رئاسة الوزراء. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وعاوز أعرف رأي حضراتكم في محمد البرادعي في التعليقات تحت، وهقرأ تعليقات حضراتكم تعليق تعليق إن شاء الله. وننتقل مع بعض الخبر آخر، وقرار رئاسي ومعلومات الكشف عن تفاصيل محاولة عمل أعمال غير قانونية في مدن القناة في مصر. ويواصل جهاز الأمن الوطني في الحلقة 9 من مسلسل الاختيار رصد تحركات خلية مدينة نصر، حيث يسعى الضابط زكريا يونس للقبض على خلية مدينة نصر. وشهدت الحلقة 9 تفاصيل خطة جماعة الإخوان لتنفيذ عمليات في مدن القناة
وأوضح ضابط الأمن الوطني زكريا يونس أن معظم الخلايا التي خرجت من السجون بعفو من المعزول مرسي هي الذراع الرئيسي لتنفيذ مخطط الجماعة. ومد شخص ضابط جهاز الأمن الوطني زكريا يونس بفلاشة عليها بعض المعلومات المهمة عن خلية مدينة نصر وكيفية تجنيد الأطفال للخلية بإقناعهم بأن هذه الأفعال التي يفعلونها جهاد في سبيل الله. وأوضحت الحلقة 9 أن خلية مدينة نصر بتستهدف الأشخاص صغيري السن وتحاول أن تقنعهم بفتح مصر، ليرد ضابط الأمن الوطني العيال دي لازم تيجي قبل تنفيذ أي عملية. واستعرض موقع قاهرة 24 تفاصيل ما قاموا به المتهمين في 28 مارس 2014، حيث قال جهات التحقيق إن مخططهم كان بيستهدف التجارة الدولية في قناة السويس وتحديدا في المنطقة النفطية وتقسيم مصر باتخاذ سيناء ومنطقة البحر الأحمر لإقامة دولته وإنشاء جهاز داخل التنظيم لتنفيذ الأعمال المتطرفة. أشار الموقع المصري إلى أن النيابة على علم بمصدر أموال هؤلاء من خلال رسالة عثر عليها بمنزل أحد المتهمين موجهة لأيمن الظواهري يطلبون فيها أموالا ومخططات لتنفيذ أعمالهم التخريبية. ووصفت جهات التحقيق مخطط المتهمين بأنهم زرعوا بذرة التنظيم الخبيثة ونفذوا مخططاته بعد فتح السجون خلال ثورة 25 يناير، إضافة إلى أن المتوفي كريم البدوي أحد المتهمين استأجر أحد الشقق وأوحي لمستأجرها بأن هذا المكان سوف يخصصه للألعاب الرياضية، كما استأجر مزرعة في وادي الملوك بتكليف من رأس التنظيم. وذكرت جهات التحقيق في هذا الوقت أن الرأس الكبير أصدر أوامره بتسفير عدد من المتهمين للمعسكر الذي أعدوا في ليبيا لتدريبهم. في 22 أكتوبر من 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي أحكام بالمؤبد والمشدد على المتهمين في ذلك الوقت. المصدر معانا كان من موقع قاهرة 24 المصري. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وهام منذ قليل، حقيقة تولي حسن شحاتة تدريب منتخب مصر. علق حسين شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر على أنباء ترشحه لتولي القيادة الفنية لأحفاد الفراعنة بعد رحيل كيروش. وقال شحاتة عبر تصريحات تلفزيونية: ليس لدي مانع في العودة لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة. وأكمل: المقربون مني يرفضون عودتي للمجال التدريبي، البعد عن المجاملات والنفاق هو سر من أسرار النجاح. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عدم تجديد عقد كيروش المدير الفني البرتغالي، وتولى حسن شحاتة تدريب منتخب مصر لمدة 7 سنوات شهدت على 3 تتويجات لأحفاد الفراعنة بلقب كأس أمم إفريقيا. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وعاوز أعرف رأي حضراتكم في تولي حسن شحاتة تدريب منتخب مصر المنتخب الأول لكرة القدم. عاوز أعرف رأي حضراتكم في هذا الأمر لأنه يعني مهم جدا. هل يصلح حسن شحاتة أن يكون المدرب الجديد أو مرة أخرى لمنتخب مصر؟ هل هيقدم حاجة جديدة للمنتخب الوطني؟ هل هيكون على نجاح مثل الفترة السابقة له مع تدريب منتخب مصر؟ هل هيكون لديه نفس النجاح أو أكثر مع هذا المنتخب أم لا؟ أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ومتقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.